السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. قومي بطلاء الأظفر بطبقة من المناكير باللون الأحمر الوردي. استخدم الريشة الطويلة لرسوم خطوط متوازية على الطرف الأيمن للأظفر. تابعي برسم الخطوط على الطرف الآخر للأظفر. قومي برسم خط رفيع في منتصف المسافة ما بين الخطوط المتوازية. أكملي برسم خطوط عرضية على طرف الأظفر من الأعلى والأسفل مع تدوير الأظفر حتى يساعدنا على رسم الخطوط. كخطوة أخيرة قومي بوضع طبقة من المناكير الشفاف للمحافظة على التصميم وإعطائه اللمعان المناسب. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى أن يكون الإعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.